إنه الطفل بالقاسم من بلدية سوغر بتيارت، طفل أنهكته الظروف المعيشية القاسية والتي جعلته يترك مقاعد الدراسة مبكرا ومرغما بسبب حاجته للعلاج وإعادة التأهيل، وخاصة عدم حيازته لكرسي متحرك. كنت نغرل بسولي، كنت نحفظ، كنت نجي بروحي، كنت جيب 9 معدل. صح، ظروف الصحية تماما سمحت ليش بيت الدين صيب دريري كا يقرأ وانا ما نقرأش. ايو نحوس روح نقرأ، كنت نحلم نجي حاجة كبيرة، مثلا مطار جنوقات، نحوس على كراسة كهربائية، ونحوس ندير سبور، ندير سبور بعد نمشي. ظروف اجتماعية وصحية تركت هذه الأم تبعث بنداء استغاثة لمساعدتها على علاج ابنها. الحلم الطفل هذا يقرأ، وصل للسنة الثالثة ومرت كي مرت حبست، ما صدتش شكون يديه يقرأ، كنت يحتاج إلى كرسي إلكتريك به يمشي فيه، يذهب إلى المدرسة لوحده. انا ما نيش قادره به نديه يوميا. مشيت للطبيب قال لي ديري له المساج مده طويله به يمشي، مده اطول به يمشي، عنده الاعصاب مقشطه به يتمشى. انا يا ما قدرتش ندير بالدراهم. الطفل بالقاسم يبقى امله كبيرا اليوم للعوده الى مقاعد الدراسه من اجل تحقيق حلمه كبقية أقرانه من الأطفال.